يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. أهلا وسهلا بكم في برنامج شخبار هوليوود، البرنامج اللي ناخذ فيه لفة سريعة على آخر أخبار الممثلين والممثلات والأفلام والتلفزيون وأي شيء له علاقة في هذا العالم. كالعادة يا جماعة، ما نحب نكثر في المقدمات ونهرج كثير. اشتركوا لي في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا له جرس التنبيهات على طريقكم، ولو أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك لأنه افضل شيء ممكن تسووه علشان تدعموا القناه. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها موجوده في صندوق الوصف. غير كذا يلا بينا نشوف شخبار هوليوود. وحشوكم ريك اند مورتي، اتوقع وحشوكم صح؟ حتى انا والله وحشتني مره مغامراتهم الرهيبه والعجيبه والمضحكه. فلذلك يا جماعه احب اقول لكم انه الموسم السادس من مسلسل ريك اند مورتي راجع قريب، وبالتحديد يوم 4 سبتمبر، يعني بعد شهرين تقريبا. هانت يا جماعه. وفي حال انك تتوقع انه مسلسل ريك اند مورتي مسلسل كرتوني ويصلح للاطفال، اسمح لي اصحح لك هذه المعلومه عزيزي. المسلسل هذا مصنف للكبار فقط وللبالغين فقط، مش لانه كرتوني معناته للاطفال، لا. عموما المسلسل كوميدي ومصنف برضه كخيال علمي، جرب تعطيه فرصه. انت ايش خسران؟ انت كده فاضي. مره رهيب ويمكن يعجبك ترى. إيمان فيلاني الممثلة الكندية من أصول باكستانية، واللي قدمت دور شخصية ميس مارفل في مسلسل ميس مارفل. البنت هذه يا جماعة تقول إنها كانت تسوي حسابات وهمية علشان ترد على المتابعين اللي ينتقدوا مسلسلها ميس مارفل، وتجلس تتضارب معاهم: لا هذا الكلام غير صحيح، المسلسل بيصير حلو، انتوا لسه ما تعرفوا شيء عن الشخصية، من ذا الكلام. وبحكم خبرتي يا إيمان يعني في السوشيال ميديا المتواضعة طبعا، احب اقول لك يعني اللي انت قاعده تسويه مره غلط. يعني معليش، سواء كان مسلسلك حلو ولا مسلسلك بيض، ايش الفائده من انك تسوي حسابات وهميه وتروح تتضاربي مع المتابعين؟ يعني ايش بيصير فجاه بيقولوا: اوه والله كلامك صح يا صاحب الحساب المزيف، مسلسل ميس مارفل حلو؟ طبعا لا، لذلك اسحبي عليهم افضل. وانت كمان اذا انت صانع محتوى، اسحب على الناس اللي تشتمك وتقعد تنتقدك، خلاص خذ المفيد من الانتقادات والباقي اسحب عليه، بسيطه. تقعد تتضارب لي مع الرايح والجاي، كبر دماغك. جورج آر آر مارتن مبتكر عالم أغنية الجليد والنهر. يا مخرج الآدمي ذا قاعد يظهر معنا في الأخبار كثير. أوه صح، هو مسلسله جاي الجديد حق House of the Dragon، فعشان كذا هو إيش متواجد في الساحة بكثرة هذه الأيام. عموما يا جماعة، الآدمي حضر مهرجان كوميك كون في سان دييغو قبل فترة علشان يجاوب على بعض الأسئلة ويعلن بعض الأشياء ويأخذ ويعطي مع الجمهور يعني. وللأسف يا جماعة قبل كم يوم أعلنوا إصابته بفيروس ماكارونا. يقولون إذا قلت الاسم كذا بشكل علني الفيديو حقك ممكن يتأثر، فايش بنسميه ماكارونا. عموما كثير من الجمهور انخرشوا: ايش فيه؟ الرجال عمره فوق 70 سنة، لا يرجع يصير له حاجة بسم الله عليه. ولكن احب اطمنكم انه احد المدراء في شركة HBO يقول لكم: يا جماعة اطمنوا، الادمي بخير واموره طيبة وراح يقوم بالسلامة باذن الله في اقرب فرصة. ترى الفيروس يا جماعة مازال يتجول في الارجاء، اذا دخلت مكان زحمة ولا حاجة البس كمامة احتياط، ما انت خسران حاجة برضو. نفس الكلام برضو يا جماعة، تم إيقاف تصوير الموسم الثالث من مسلسل The Witcher بسبب إصابة الممثل هنري كافل بفيروس ماكارونا. بس لا تشيلوا هم، الادم بخير ومعضل ما شاء الله ما فيه للعافية. ما قد شفتوه لما يسوي ريلاود اليدين وفي فيلم ميشن امباسيبل؟ الأمور طيبة وراح يقول بالسلامة قريب ويرجع يكملوا تصوير. كيفن فايجي يا جماعة المدير الكبير لمارفل يقول: راح نرفع مستوى أفلام ديدبول القادمة إلى مستوى أفلام مارفل الضخمة زي سيفل وور وإنفينيتي وور وراغناروك. دقيقة يا مخرج، أنا قاعد أقرأ الخبر كويس؟ اي والله صح، فايجي كيفن فايجي انا اثق فيك يعني، ان شاء الله الامور طيبه. بس معليش، سيبوا ديدبول في حاله، سيبوا اللي شغالين على ديدبول يشتغلوا عليه براحتهم. حرفيا فريق عمل فيلم ديدبول او افلام ديدبول مره قايمين بدورهم على اكمل وجه، وشفنا جزئين مره رهيبه، لا تتدخلوا في الثالث وتنكبوا لنا امه، سيبوهم في حالهم. اها دقيقه، لا يكون قصد انه بيصير ديدبول بنيه لا سمح الله. ما هم مارفل كذا متوجهين. وكمان علق كيفن فايجي يا جماعه عن فيلم فانتاستيك
فانتاستيك فور القادم سنة 2024، وقال فيلم فانتاستيك فور القادم ما راح يحكي قصة نشأة هذا الفريق. خلاص زهقنا من قصة نشأتهم، كل سلسلة جديدة تيجي من فانتاستيك فور تورينا كيف نشأوا هذولي الأربعة. قال كيفن فايجي بلاش من حكاية نشأتهم، خلاص كلنا عارفين، راح نخش مباشرة في حدث كذا من أحداث القصة تبع فانتاستيك فور أو أحد قصص فانتاستيك فور من دون أي شيء إضافي. خبر حلو للأمانة يا جماعة، لأنه راح يختصر عليهم الكثير من الشغل للأمان. بدل ما نشوف 45 دقيقة في بداية الفيلم تشرح لنا كيف تجمعوا الأربعة ذولي وكيف صاروا فانتاستيك فور، راح نشوف حدث وقصة وأكشن مباشرة من بداية الفيلم. عموما جود جاب للأمانة فايجي. الإعلان عن فيلم أنيميشن لشخصية بينوكيو الشهيرة، ولكن هذه المرة يا جماعة ما راح يكون من إنتاج ديزني، راح يكون من إنتاج نتفليكس. نتفليكس حتحط خشمها في كل مكان تقدر تحط خشمها فيه. المضحك إيش؟ ديزني كمان شغالة على نسخة حية من فيلم بينوكيو، نفس فيلم الأنيميشن اللي عملته ديزني زمان، الآن بيسووا نسخة حية منه وراح يكون من بطولة توم هانكس. أنا ما عندي مشكلة صراحة، كل واحد يسوي اللي يعجبه، بس خلونا نشوف يا ترى مين راح ينجح في صناعة نسخة حديثة من بينوكيو، ديزني ولا نتفليكس. وعموما كلا الفيلمين قادمين هذه السنة. فيلم إكستراكشن الجزء الثاني راح يتم إصداره على منصة نتفليكس في سنة 2023. للأمانة أنا ما تابعت الجزء الأول، ولكن كثير من الناس اللي أعرفهم وأثق في ذوقهم قالوا إنه الفيلم ممتع، أكشن وشوية أشياء يعني يشتغلق لك الليلة زي ما يقولوا. فإذا تحب تشوف الجزء الأول شوفه. بعد إطلاق الجزء الأول من فيلم The Gray Man، أعطت نتفليكس الضوء الأخضر للأخوين روسو اللي هم مخرجين الفيلم للبدء في تطوير جزء ثاني. ليش لا يا نتفليكس؟ عمل حلو، عمل سيء، عمل متوسط، أحلب أبو جد إذا في فرصة للحلب، ليش لا؟ مسلسل بريكنج باد يا جماعة كامل مكمل موجود على نتفليكس، تقدر تتابعه متى ما طقت في راسك تتابعه. ولكن أحب أقول لكم إنه راح يتم إزالة مسلسل بريكنج باد للأبد من منصة نتفليكس سنة 2025. الله يرجيك يا وجهي، حسبك تقول بكرة ولا بعد أسبوع. أي نعم باقي كثير لعلمك، الأيام بتعدي الأيام بتمر، إذا باقي ما تابعت بريكنج باد أرجوك اعطيه فرصة، بدايته شوية ثقيلة. أي نعم أنا متأكد إنها راح تكون ثقيلة شوية عليك، بس صدقني في حدث كذا معين إذا صار في بريكنج باد أوف وعد ما راح توقف، لا يفوتك. وبعد مباشرة خوش على بيتر كول سول بتلاقيه جاهز مجهز مكتمل. يا حظك يا حظك. صرح المدير الكبير برضه تبع مارفل كيفن فايجي وقال انه شخصية كانغ راح تكون شخصية شريرة بشكل مختلف جدا. ثانوس يا جماعة كان شرير خطير صح؟ مرة مرعب ويخوف سواء شكلا او اهدافا ومبادئا. هيا تخيلوا انه كانغ راح يكون شخصية اكثر رعبا واكثر قوة واشد خطورة من ثانوس. يب تخيلوا، راح نشهد اول ظهور لشخصية كانغ في فيلم اينت مان القادم في بداية 2023. غير انه كيفن فايج يا جماعة مرة حاط امال كبيرة على الممثل اللي راح يقدم دور كانغ، ودائما ما يثني عليه ويقول انه ممثل جدا رائع. كلام جميل صراحة ومطمئن في وقت الفانز مرة خايفين فيه من عالم مارفل. في احد الاستطلاعات والاستبيانات يا جماعة اتضح انه الممثل توم هاردي من اكثر الممثلين اللي صعب نفهمهم، او بالتحديد من اكثر الممثلين اللي الامريكان يواجهون صعوبة في فهمهم. الاستبيان صراحة مش واضح يعني، ولا بحثت فيه كثير يعني، اخذت كذا الخبر الرئيسي وبعض الخطوط الرئيسية فيه، والناس جالسة تتضارب في تويتر على هذا التصريح. ما نفهمه يعني صعب نفهم ادواره من ناحية عمق الشخصيات اللي يقدمها وكذا، ولا ما نفهمه لغة ولهجة. وللأمانة كل الناس في التعليقات قاعدين يتضاربوا على الموضوعين، ولكن الأغلب يقول إنه لهجته مرة صعبة الفهم بالنسبة للأمريكان. شوفوا يا جماعة، واضح إنه الأمريكان خلاص خلصوا كل مشاكل العالم، ما عاد عندهم أي مشكلة يحلوها إلا مشكلة لهجة توم هاردي، أو مشكلة توم هاردي هل سهل نفهمه ولا لا؟ شعب فاضي ما عليكم منه. مسلسل Game of Thrones يا جماعة راح يتوفر بجودة 4K على منصة HBO Max. يب تخيل انك راح تقدر تعيد متابعة مسلسل Game of Thrones بجودة 4K. لك ان تتخيل انك بتشوف اهم المعارك والمشاهد الملحمية في مسلسل Game of Thrones بجودة جدا عالية. لا وزيدك من الشعر بيت، مسلسل House of the Dragon القادم راح يتوفر بجودة 4K برضه. يقلع ام العالم.
حماس. يعني تفاصيل تفاصيل التفاصيل راح تشوفها بعيونك وكذا وانت مستانس. حماس اكثر من كذا ما فيش. هاتولنا المسلسل بسرعة. وبالحديث عن مسلسل هاوس اوف ذا دراجون او آلة التنين القادم، تم عرض الحلقة الاولى على مجموعة من النقاد والمشاهدين، ويا جماعة الخير المراجعات فيها كمية تطبيل تفتح النفس. مجموعة كبيرة من النقاد يقولون انه مسلسل هاوس اوف ذا دراجون بيكون شعلة من الحماس والجمال بشكل مو طبيعي. خلاص بس ما حد اقدر اقول اي شيء، خلونا نشوف المسلسل. هتولنا المسلسل. ورسميا يا جماعة العريس الحديث زوج المغنية جينيفر لوبيز الممثل الرهيب بن أفليك يعود مجددا إلى عالم دي سي بشخصية باتمان. نعم يا جماعة، باتمان الذي بلغ من الكبر عتية، راح نشوف باتمان بن أفليك من جديد في فيلم أكوامان. ولكن لا يأخذكم الحماس، أنا متحمس لأني أحب باتمان بن أفليك، فاهمين؟ بس لا يأخذكم الحماس كثير لأنه احتمال يكون ظهوره بسيط، ولكن الحلو في انه الظهور البسيط هذا يعطينا امل اننا ممكن نشوف باتمان بن افليك مستقبلا، ليش لا؟ فيري جود جاب دي سي، فيري جود جاب. عقبال ترجعوا لنا عالم زاك سنايدر، اوف لو تسووها وتعلنوها عوده عالم زاك سنايدر، راح يكون احلى خبر سمعته في هذيك الفتره اذا نزل وقالوا عالم زاك سنايدر رجع. فاكرين فيلم سبايدر مان الانيميشن سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس؟ فيلم انيميشن جدا قوي نزل سنة 2018 ومصنف ضمن قائمة افضل 250 فيلم حول العالم، اللي شفنا فيه اكثر من سبايدر مان. يا هو كان فيه زحمة سبايدر مانات. ايوه شكرا لك، انت افتكرت وانا فاكره كمان. وفي حال انك ما تابعته ارجوك روح تابعه، ترى فيلم مرة ممتاز ورائع جدا وما يحتاج تتابع اي فيلم قبله، خش عليه مباشرة، فيلم كذا منفصل. المهم يا حبيبي انه الجزء الثاني منه قادم سنة 2023، وللأمانة باقي له مرة كثير، يمكن حوالي 9 شهور، بس ترى يستحق الانتظار لأنه الفيلم يتعبون عليه رسما وتحريكا بشكل مو طبيعي. عموما أحب أقول لكم يا جماعة أنه تم الإعلان عن بعض الشخصيات الرسمية اللي راح تظهر في الفيلم، أو بالتحديد بعض السبايدرات اللي راح يظهرون في الفيلم الجاي أو الجزء الثاني. أول حاجة بنشوف بيتر باركر النسخة الكبيرة في السن أو أبو كرش هذاك اللي شفناه في الجزء الأول، وبنشوف كمان جوين ستيسي اللي شفناها برضو في الجزء الأول، وكمان بنشوف مايلز موراليس واللي هو أصلا بطل السلسلة، وكمان راح نشوف سبايدر مان جديد ما سبق وشفناه واسمه بالتحديد سبايدر بانك واللي شكله مره رهيب وشكله كذا معجنان، وكمان راح نشوف نسخه اسيويه من سبايدر مان، وكمان نسخه نسائيه جديده من سبايدر مان، وكمان شخصيه ميغيل اوهيرا واللي كمان راح يقدم شخصيه سبايدر مان من عالم موازي ثاني. هذا اللي اعلنوا عنه رسميا الى الان، وما خفي كان ايش اعظم. ارجع واكرر، اذا ما شفت الجزء الاول من فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس ارجوك شوف، ما راح تندم. رسميا الجزء الثاني من فيلم نايفز اوت راح يكون مدة عرضه 2:20، والحلو كمان انه تم الاعلان عن جزء ثالث قادم لهذه السلسلة سنة 2024. للتذكير اذا ما تابعت نايفز اوت الاول تابعه، ترى فيلم تحقيق جدا لذيذ وبنكهة كوميدية ممتعة. فيلم قادم هذه السنة يا جماعة يحكي قصة الراحلة مارلين مونرو، وراح يكون من بطولة الممثلة الكوبية آنا ديارمس. شوفوا يا جماعة الفيلم هذا لو تم كتابته بطريقة مظبوطة وتم إخراجه بطريقة مظبوطة، ترى راح يكون أحد أهم أفلام هذه السنة، لأنه قصة مارلين مونرو هذه قصة جدا مثيرة للاهتمام وفيها تفاصيل جدا مرعبة، فأتمنى أتمنى أن نشوف الفيلم بشكل جدا ممتاز. وبشكل عام الفيلم قادم بنهاية هذه السنة 2022، وتقدروا تشوفوا التريلر حقه متوفر على اليوتيوب. والتر وايت وجيسي بينكمان يا جماعة يحصلون رسميا على تمثالين في مدينة ألباكيركي. في الحلقات الماضية قلت لكم انه راح يتم بناء تماثيل لجيسي بينكمان وولتر وايت من مسلسل بريكنج باد في نفس المدينة اللي كانوا فيها ألباكيركي، وقلت لكم برضو يا جماعة انه الجمهور كانوا بعض الجمهور مش كلهم بعض الجمهور كانوا مستائين انه كيف تحتفوا بشخصيات مجرمة وقاتلة كذا وتسووا لهم تماثيل، ما يصحش. عموما احب اقول لكم انه بغض النظر ايش كان رأي الجمهور، تم وتم إطلاق التماثيل لا وكمان بحضور أبطال مسلسل بريكنج باد وبعض من أبطال مسلسل بيتر كول سول. أنا صراحة كنت كذا في البداية، يعني إيش اللي تماثيل لشخصيات مجرمة، بس بعد ما شفت التماثيل قلت ياه why not.
ثلاثة أفلام قادمة بعناوين وقصص مختلفة راح تكون من بطولة ليوناردو دي كابريو وإخراج المخرج الكبير والمخضرم مارتن سكورسيزي. ليوناردو دي كابريو يعتبر خيار جدا ممتاز للمخرج مارتن سكورسيزي من فترة طويلة وشارك معاه في أعمال كثيرة. حماس ما بعده حماس، ليوناردو دي كابريو مارتن سكورسيزي بوم. الفيلم الأول راح ينزل سنة 2023 وبيكون بعنوان Killers of the Flower Moon، وراح يحكي قصة جريمة تاريخية حصلت في فترة العشرينات. وفيلم ثاني راح ينزل في السنوات القادمة برضو راح يكون اسمه روزفلت، وراح يحكي قصة السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي 26 ثيودور روزفلت. راح يقدم فيه ليوناردو دي كابريو دور الرئيس السابق الأمريكي روزفلت، واللي قصته للأمانة جدا مثيرة للاهتمام. وفيلم ثالث برضه راح يكون بعنوان The Wager من إنتاج آبل تي في، ويحكي قصة حقيقية للسفينة البريطانية The Wager اللي تحطمت في أحد الجزر الأمريكية الجنوبية، وكيف طاقم السفينة هذول يحاولوا ينجوا بحياتهم ويبقون على قيد الحياة. هيتخيل أن الثلاث الأفلام ذي كلها تكون من بطولة ليوناردو دي كابريو وإخراج مارتن سكورسيزي. يا جماعة نحن أمام ثلاثة أفلام جدا مهمة، متى راح تنزل؟ واحد منها السنة الجاية والاثنين لسه ما تحددت متى، بس أمامنا ثلاثة أفلام بتكون مرة مجنونة إن شاء الله. سأل الممثل ويل سميث في أحد اللقاءات: يا أخي ليش ما اعتذرت من كريس روك في نفس اللحظة اللي استلمت فيها جائزة الأوسكار؟ يعني انت اعطيته كف، بعدها بشوية طلعت على المنصة وشلت الأوسكار وكان عندك خطاب تقوله، ليش ما خصص جزء بسيط من الخطاب واعتذرت من كريس روك؟ كانت ذيك أفضل لحظة لو انك اعتذرت. رد وقال فيما معناه ويل سميث انه وقتها كان كل شيء مخربط وغير واضح وما عرفت كيف اتصرف، فوضى يعني فيما معناه. ويقول برضو ويل سميث انه لاحقا حاول يتواصل مع كريس روك يعني بعد الحفل بشكل شخصي، ولكن كريس روك رفض يكلمه ورفض يقابله بحجة انه غير مستعد او انه ما يبغى يقابله اصلا. واكمل كلامه ويل سميث وقال انه مستعد يعتذر وما زال يرغب بالاعتذار وما زال يكرر اعتذاره من كريس روك، وانه منتظر اللحظة اللي يكون فيها كريس روك مستعد للقاء ويل سميث. واضح يا جماعة انه ويل سميث مرة ندمان، واضح انه لعنة كريس روك ميم خليته اصلا ينام كويس في الليل وده يخلص هذه المشكلة اليوم قبل بكرة. بس عموما معلش بقى يا ويل سميث، لازم تتحمل، انت غلط حمل غلطتك، معليش اصبر وشد حيلك وحاول تلجي الطريقة للاعتذار. بس الحلو في الموضوع يا جماعة ان ويل سميث معترف بغلطه مش منكر، اعترف واعتذر وما زال يعتذر. This is good sign. سمعتوا عن قصة إيميت تيل؟ واحدة يا جماعة من أبشع القصص اللي حصلت في زمن العبودية في أمريكا. تخيلوا إنه هذا واحد اسمه إيميت تيل، ما راح أقول لكم عمره الحين بس بقول لكم قصته أول وبعدين نخمن كم عمره مع بعض. إيميت تيل يا جماعة في يوم من الأيام دخل إلى أحد المحلات التجارية وقرر إنه يمزح مع سيدة بيضاء كانت تشتغل داخل هذا المحل، مزحة خفيفة كذا بالكلام يعني لا أكثر ولا أقل. ولكن بعد ما خرج من هذاك المتجر بدأت تلاحقه الشرطة، وبعد فترة تم اغتياله وقتله مات. قولوا لي يا وجيه، ترى زمن العبودية الأمريكي مليان قصص بشعة زي كذا، ما أتوقع إنه في شيء جديد يعني. أي لحظة الحين جاء الوقت اللي أقول لك كم عمر هذا الولد إيميت تيل. تخيل إن عمره بس 14 سنة، طفل 14 سنة ويتم القبض عليه واغتياله لاحقا علشان مزح مزحة تافهة مع سيدة بيضاء. يا ساتر قد إيش تاريخكم يا الأمريكان ملوث بشكل مرعب. وبحكم إنه هوليوود يعني عندها سنويا أفلام تحيي الماضي الأسود للعنصرية في أمريكا، راح نشوف هذه السنة فيلم اسمه تيل واللي راح ينزل في شهر أكتوبر من هذه السنة، وراح يحكي تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة. ومن المتوقع أنه يكون هذا الفيلم واحد من أهم وأقوى الأفلام هذه السنة. عموما تقدرون تشوفون التريلر تبع الفيلم كامل موجود على اليوتيوب. بعض المصادر مؤخرا بدأت تنشر إشاعات، ما هو شيء رسمي، ما أدري ممكن يكون رسمي بس أنا ما بحط شيء في ذمتي. بعض المصادر نشرت إشاعات تقول إنه أمبر هيرد خلاص أفلست رسميا وما عاد عندها إلا اللي يدوب يمشي أمورها وحياتها الطبيعية البسيطة. ومن جهة أخرى يا جماعة الخير، جوني ديب يبيع لوحات رقمية رسمها بنفسه وصلت قيمتها إلى حوالي 3 مليون يورو. يب، وما زال الحبيب جوني ديب يثبت عودته للساحة بشكل أقوى وبشكل أرهب من ذي قبل. Welcome back جوني ديب للمرة المليون.
وختاما يا جماعة، وفي حال انه مدينتك ما فيها سينما، وفي حال انك ترفض انك تتابع الافلام بجودات خايسة، احب اقول لك انه فيلم توب غان مافريك نازل قريبا بجودات رقمية عالية، وراح تقدر تتابعه في كل مكان عن طريق الجوال او التلفزيون او الانترنت. الناس كلهم بما فيهم انا كانوا ينصحوا الجمهور يا جماعة تابعوا الفيلم في اكبر شاشة اي ماكس وفي افضل سينما عندكم في المنطقة، بس برضو النسخ الرقمية والجودات العالية ما هي غلط، انبسط، الفيلم جاي الشهر الجاي ان شاء الله. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم، واضغطوا على زر اللايك يا جماعة لأنه أكثر شيء مهم وبيساعدني كثير. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.